السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثلة شريرة، كوميديانة، طيبة، قرشانة، اسمها ملك الجمل. ملك الجمل ممثلة مصرية اتولدت في بورسعيد والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم التحقت بالمعهد العالي لفن التمثيل برغم عدم استقرارها في القاهرة، إلى أنها استطاعت التخرج منه بنجاح. التحقت بالإذاعة ثم عملت بالمسرح، وسافرت مع عميد المسرح العربي يوسف وهبي إلى باريس، وقدمت العديد من الأعمال بالفرقة المصرية الحديثة عام 1954. ملك الجمل، خالتي بمنا، هي الشخصية الفاصلة في حياة ملك الجمل، واللي أدتها في منتصف الستينات من القرن الماضي، والشخصية الأشهر لها، والاسم أصبح يطلقه الكثيرون الآن على الشخصية الثرثارة التي تتدخل فيما لا يعنيها. مثلت مع كبار عالم الفن، فوقفت أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي في دور القوادة، كما أدت أدوارا مؤثرة في أفلام المغنواتي والمستحيل والطريق المسدود وريا وسكينة، وظهرت على الشاشة الفضية من خلال مسلسلات عيلة الدغري والقاهرة والناس وأوراق الورد والساقية. ملك الجمل هي أول ممثلة تجسد دور المثلية الجنسية في السينما المصرية، وكان ذلك في فيلم الطريق المسدود، أول فيلم يعرض شخصية المرأة مثلية الجنس والمتحرشة، وقامت بها ملك الجمل بدور حسنية. والقصة إن فايزة اللي كانت بتجسدها فاتن حمامة تترك حياة القاهرة وتعمل في مدرسة داخلية للفتيات في الريف بحثاً عن الراحة، لأنها تقابل حسنية التي كانت ترتدي وتتحدث مثل الرجال، وكان تحرشها لفظياً فقط حين قالت لفاتن بمجرد وصولها للمدرسة: جنان قميص النوم ده نفسي أشوفه عليك. ملك الجمل هي الزوجة الغيورة الشريرة حكمت في فيلم الشموع السوداء، والخطبة في فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول، والعمة المادية التي تحاول الاستيلاء على أموال بنات أخيها في فيلم نادية، والزوجة الطيبة التي تحاول إنجاح حياتها في رصيف نمرة 5، والحماة خفيفة الظل التي تحاول إفساد زيجة ابنها في فيلم أم العروسة. رصيدها الفني تجاوز 100 عمل فني. بلغت مسيرتها الفنية حوالي 30 عام من الإبداع والإنجازات وتنوع مشوارها، فقدمت أفلامها على سبيل المثال فيلم طيش الشباب في عام 1951 وفيلم خد الجميل، أما في عام 1952 فقدمت فيلم زمن العجايب وفيلم ريا وسكينة، وفي عام 1956 قدمت فيلم رصيف نمرة 5، وفي عام 1957 قدمت فيلم حياة غانية، وفيلم الطريق المسدود كان عام 1957 أيضا، أما في عام 1958 فشاركت في فيلم بنت 17، وفي عام 1962 شاركت في فيلم الإخوة الأصدقاء، وفي عام 1979 شاركت في فيلم ولا يزال التحقيق مستمر، وشاركت في فيلم المغنواتي وفيلم الأقوياء في عام 1980. مسرحيات ملك الجمل: شاركت في مسرحية عازب ثلاث عوانس، ومسرحية طالع نازل، ومسرحية حرم جناب الوزير، ومسرحية القضية، ومسرحية السلطان الحائر، ومسرحية المحروسة. أما بعض مسلسلات ملك الجمل: شاركت في مسلسل الزوبعة، ومسلسل بعض الضياع، ومسلسل الليلة الموعودة، ومسلسل غريب في المدينة، ومسلسل أوراق الورد، ومسلسل أحمد باشا الجزار، ومسلسل مبروك جالك ولد، ومسلسل عيلة دغري، ومسلسل القناع الزائف، ومسلسل القضية 80، ومسلسل ابن تيمية. قالوا عن قصة وفاتها وهي في سن 53 إنها حصلت بعد حادث رهيب فقدت فيه حفيدها الوحيد اللي كان بيقضي معاها الأجازة السنوية، نزلوا سويا للسوق لكنه أصيب في حادث تصادم سيارة
وجاءت مسرعة نحوه فمات في الحال. بعدها أصيبت ملك الجمل بحالة اكتئاب وتوفيت بأزمة قلبية في ديسمبر 1982. الفنانة القديرة الراحلة ملك الجمل رحمة الله عليها، تاريخ ميلادها كان 29 يناير عام 1929، وتاريخ وفاتها كان 23 ديسمبر عام 1982، وتوفيت عن عمر ناهز 53 عام. ملك الجمل وممثلين زمان ونجومنا الخالدين رحمة الله عليها، ملك الجمل.